ما هو حكم إتيان الزوجة من الدبر؟ إن إتيان الزوج لزوجته من دبورها أي من موضع خروج الغائط أمر محرم، كما أنه يعد كبيرة من كبائر الذنوب، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها. فالرسول لعن الزوج الذي يأتي زوجته من دبورها، وورد في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد يكون قيام الزوجين بذلك الفعل رغبة من الزوج به، أو قد يكون دون رضا الزوجة ورغما عنها، وقد يصل الأمر بالزوج إلى أن يهدد زوجته بالطلاق إن لم تعطه فيما يريد، أو يقوم الزوج بإقناع زوجته بإباحة ذلك الأمر مع حياء الزوج من سؤال العلماء عن الحكم الشرعي الخاص بذلك، حيث بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن للزوج أن يأتي زوجته من الأمام ومن الخلف من موضع خروج الولد. ومن الجدير بالذكر أن الدبر لا يعد مكان خروج الولد، وإنما هو مكان خروج الغائط، والسبب في إتيان الزوجة من الدبر يعود إلى بعض المشاهد التي تعرض في الأفلام الإباحية المحرمة. وحكم التحريم له عدة حكم، منها المحافظة على النسل، أداء حق الزوجة بإتيانها من حيث أمر الله تعالى، كما أن موضع الدبر لم يجعل لذلك الفعل، إضافة إلى أن الإتيان من الدبر لا يحقق المقصد ولا يدخل إليه جميع ماء الرجل المحتقن كما يكون في الفرج، مع الحاجة إلى القيام بحركات صعبة جدا مخالفة للطبيعة البشرية، مع حاجة الرجل إلى استقبال موضع القذارة والقبح بوجهه، وإن في ذلك إزالة لنعم الله تعالى وجلب للنقم مع انعدام الحياء عند الفاعلين له. ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟ جعل الله تعالى الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة والسكينة وميل كل طرف للآخر، حيث قال تعالى في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولتحقيق المودة والرحمة والحياة الهانئة لا بد من تطبيق المبادئ والحدود التي تضمن ذلك، ومن ذلك قيام كل طرف بواجباته تجاه الطرف الآخر كحسن العشرة الزوج ومعاملتها بالمعروف، تعليم الزوجة الأمور التي تتعلق بالدين مع حثها وترغيبها على طاعة الله، وذلك بأسلوب النصح والتأديب، العدل بين الزوجات في حال تعددهن، تجاهل بعض الأخطاء التي لا يكون فيها اعتداء على شرع الله تعالى، عدم ضرب الزوجة على وجهها وإهانتها، ويجوز ضرب الزوجة إن كانت زوجة ناشزا أو لم تطع زوجها. مجالسة الزوجة والاستماع إلى حديثها، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويستمع إلى حديثها دون أن يمل منها أو من حديثها. وأخيرا السماح للزوجة بالخروج عند استئذانها من زوجها، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج إلا في حالة الخوف عليها، فلا يجوز منع الزوجة من زيارة الأقارب أو من شهود صلاة الجماعة إن أرادت أيضا.